وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وكان سيتم الإعلان عن هذه اللائحة قبل بداية الدوري. ففين اللائحة؟ ابعتوا للأندية وقولوا لهم احنا هنشتغل بلائحة 2013 او غيرنا لائحة في الحتة الفلانية وكذا 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 وكذا. اللي عايز يفهم اكتر هيرجع للحلقة بتاعة 2013، الحلقة السابقة بتاعة يوم الحد، هيعرف ان احنا اشتغلنا باللائحتين. هو في نادي كده؟ هو في كده في الدنيا؟ مفيش كده في الدنيا يا جماعة. كل اللي وهنا انا لما بنتقد الاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه، ماليش دعوة باشخاص، انا بنتقد الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه. ما اللائحه تتعمل ويتم توزيعها على كل الانديه وتتبعت لكل الانديه، وحتى اللي عنده ملاحظات يقول ان انا عندي ملاحظات في كذا وكذا وكذا. لكن نفضل ماشيين شويه يمين وشمال وشويه شمال وشويه فوق وشويه تحت، وشويه من 2013 وشويه من 2019 وشويه من 2020، صعب جدا يا جماعه. النادي الاهلي مش متعود ان هو يمشي كده. النادي الاهلي متعود ان هو يبقى عنده لائحة كاملة فيها كل البنود اللي نقدر نتكلم فيها. أنا أخطأت في كذا، ساعتها بالمناسبة هنطلع نقول إن النادي الأهلي اتأخر فيجب إن هو يدفع 50,000 جنيه، لأن دي لائحة واتبعتت. لكن هتحاسبني على أنهي لائحة خلال الفترة القادمة؟ ما ينفعش. لازم يبقى هناك لائحة واضحة للجميع. برضو لجنة الانضباط، هو لجنة